مرحبا بالحضور الكرام كل من بصفته واسمه. صباح مبروك على الانتماء في جماعه المغاصيين اللي هي جماعه غنيه عن التعريف حتى هي على مستوى الجماعات. مسرورين بحضور السيد النائب الاول السي عبد المجيد، بحضور السيد رئيس اللجنه سي حليم، نائب رئيس اللجنه سي محمد، السيد العربي، بالسيده زبيده مستشاره العنصر النسوي اللي هي لهذا المستشارين في الجمعيه ديال المغاصيين. كنرحبوا ترحيب خاص بالسي عبد النبي الزعيمي سي الاطار الكفء ديالنا في التعليم. نهار كبير هذا اننا لقينا. ترحبوا السي السويني، كنرحبوا الضيوف الكرام كافه اجمعين في هذا اليوم الدراسي اللي كيتعلق بتشجيع تمثيليه المراه للخوض في غمار الانتخابات والسياسه تصويتا وترشيحا، وباش تكون رئيس اللجنه والنائب ديالو والمستشاره، وكذلك السيده سعاد رئيسه جمعيه الهدى للتربيه الاساسيه ومحافظه الامنيه والخدمات الاجتماعيه وجميع الفاعلات الجمعويات وكذلك المناضلات مختلف المنظمات النسائيه جمعيات مجمدة للأحزاب السياسية، وكذلك تحية خاصة لصديقي الزيزاني الذي أكمل لكم التقدير والكل اعتراف للمفاجآت ديال التصوير اللي تلقيت من أعز أصدقاء السي زعيم. الموضوع ديالنا الموضوع ديالنا هو تشجيع مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية. في العمليات الانتخابية دائما عندنا واحد كل الدارسين والباحثين والمهتمين بالقضايا الاجتماعيه تشوف ثلاثه عناصر اساسيه، طبعا الصبوي تشوف ثلاثه عناصر اساسيه باش يمكننا نجحوا، هي اولا العلم، ثانيا الرغبه والاراده، ثالثا الفرص، تكون متاحه الفرص متاحه وتكون عندي اراده، وها الاراده ولا الرغبه ولا النيه خصها تكون مقرونه بالعدل، نكون مؤهل قادر كما سنرى فيما بعد. المداخله ديالنا نقسمها ثلاثه ديال المحاور الاساسيه. الاول هو المرجعيه القانونيه كفرص تمكين لتمكين المراه. ثانيا نعطيو نماذج ديال النساء باش نقولو ماشي شي حاجه اللي كنشوفو كلام بعيد عن الواقع، لا كاين النساء اللي تحداو ما كانت عندهم بعض الفرص المتاحه الان ووصلوا رائدات. ثالثا كيف اصبحوا رائدات؟ كيفاش كنكون متمكنه؟ عارفه ذاتي وشنو هي العناصر الاساسيه اللي تجعلني نكون رائد، تكون عارف عارف نفسك نفسك الى حتى مازال راك معاك. اذا ثلاثه محاور، المحور الاول هو المرجعيات القانونيه، المحور الثاني نماذج من نساء رائدات كل المجالات، ثالثا وهي كيف اكون رائده. حتى تقدر حتى لاشن ما غاديش نرجع كيف اكون رائدا وكيف اكون رائده، ولكن كان دابا الان هو المرأة، ولكن رجعت يمكن نستافدو معاها. إذا أهم المرجعيات القانونية كلشي كيعرفو، ما غنعرفش شاهد ما بين كطائف 2015 ولا توماس هوبس ولا جون لوك ولا مونتيسكيو مع نظرية العقل الاجتماعي ولا جورج كراسو العليا. غنشوهد القرن العشرين، منتصف القرن العشرين صدر أول صك يتعلق بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فيه مواد مهمة جدا، هو كتعتبر مرجع من مراجع الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك يعتبر عمدة في التشريعات وفي العلاقات الدولية وكذلك في القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. ينبغي الوقوف عند شيء ما. أنا أولا قبل ما ندخل في الموضوع نبغي نشكر السي السويني على العرض ديالو القيم الواسع العميق المتخصص، ونوه بما قدمه لنا في هذه الصفحة، وإذا كان عرضه يمتاز بهذا التخصص والخصوصيات والتدقيق سيكون عرضي أنا مختلفا، مثلا سأحلق شيئا ما في العموميات. أنا لم أهيئ عرضا، سأرتجل لحظة فقط، بالتالي غادي نتكلم على شوية ديال النقاط ذات الطابع العام. أولا بالنسبة
السياق الانسان ارتباط عضوي. فالسي السويني هو كان تكلم بتفصيل على حقوق الانسان، على المواثيق الدوليه، على الدستور المغربي، على المعاهدات، على الاتفاقيات. هذا كله شيء جميل، لكن بالنسبه لنا انا بالنسبه لي غادي نتناول هذا السياق التاريخي لتطور حقوق الانسان في العالم ديالنا، العالم القروي. نحن في العالم القروي متخلفون كثيرا عن ما عرفته الحواضر من تطور في مجالات مختلفه. لذلك فالمشاركه ديال مشاركه النساء في الحياه العامه جد 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 ضئيله وجد ضعيفه. إذا بحثت في جميع الجامعات القروية في المغرب ستجد التمثيلية النسائية جد 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 ضعيفة. ما عنديش إحصائيات لأننا قلت أنا غادي نتكلم بصفة عامية لأن ما وجدناش غيرها. هذه أرقام في الحقيقة خص الإنسان يبحث فيها ويشوف باش يعرف الصورة ديال أين نحن من مساهمة المرأة وأين نحن من شعار المناصفة. هذه كلها غادي تجي في الحديث في التعليم، لأن التعليم هو القاعدة الأساسية الكبيرة التي تجر وراءها جميع المجالات. بدون فتح أبواب الأبواب الواسعة وبدون إشراعها أمام الفتيات ستظل المرأة داخل البيوت. الناس التراويح في الدار، جمعات الجيران كاملين والناس والعائلات الصغار والاكبر ما جا فين يوصلوا للخير ضرندر، حتى الناس ديال الشر كاملين صلوا في راه. صلوا في وسط الدار. وسولات الفقي على القضيه ديال الامامه باش تصلي بالناس. وقال لها تصلي معاهم في الصف. العيالات طب العيالات. يعني غير داك الحجر الصحي باش ما يهربوش من ديك التراويح ويبقى كل واحد يصلي بوحده، خدات البديله وصلات بالناس. وحاليا تطوعات من بعد الصلاه تطوعات كتقري وليدات من حربات الاميه كتقريهم القران في الدار ديالها، بدات غير من الجيران، انا مثلا كان عندي ضيق الوقت لان سمعت التصاصات ديال الاستاذ سعاد حتى البعث هذا، يعني لو كان وصلت للبلاد وجبت نساء اللي هما عمليات، نساء عمليات عمليات بامتياز، تصور انها باش بدات تقريهم غير وليدات الدار باش تجمعهم من الزنقه ما يبقاوش يديروا لي بيتيز ويديروا هذا، جمعتهم عندها في الدار كتقريهم في الدار. فشفت انا السيده انا غير بالصدفه خارجه من تما كتجي الوليدات الصغار خارجين عندها، اش كيديروا الوليدات؟ قالت لك راه جمعتهم من الزنقه كتعلمهم الادب، كتعلمهم غسل وليداتهم، كتعلمهم الصواب، كتعلمهم كيفاش يهضروا، ولات 3 سنين 4 سنين وكتقريهم القران. فما فهمتيش انا هادشي هذا، جيت للمقر ديال الجمعيه عندي كاين جمعيات اخر استشرت معاهم قلت لهم المقر عندكم حاطين فيها غير المسائل ديالكم ما كتخدموش به، غادي تقرا فيه ديك البنت ديك الوليدات ديالنا، غادي تولي ولاد الشر كاملين ماشي غير اللي ديال الحومه. دابا حاليا راه عندها 50 طفل وما ما شرطتش هي الفلوس، الاباء اللي خصوا لها 15 درهم للطفل. يعني الاباء لان علاش كاينين اللي لاباس عليهم كاين اللي ميسوا لحالهم واش غادي يعطيو هذا، ولكن هي هما خداو على اعتبار داك الاب اللي ما عندوش اللي ما يقدرش واحد كيعطي له ولدو 600 واحد كيعطي خصوها 15 درهم وفرحانه. دابا واخا كاينين التعليم الاولي كاين في 3 ديال الاقسام في المؤسسه وكاين المبادره دارت الروم، ولكن هذا غيبقى في وليداتنا غادي يقراو تما غيتعلموا الصواب غيتعلموا الادب غيتعلموا كيفاش هذا، وكله تيخرجوا من الروم وتيمشيو العشيه تيقراو كيحماقوا على ربيعه. السلام عليكم، محي زبيدة مستشارة بجامعة المغاصين فعيلة جمعوية قبل من 2009 رئيسة جمعية الضحى 8 تضامن حضرية بمكناس. أنا مستشارة هنا بهذه الجامعة بنت المنطقة بنت منتشر مساو، كنفتخر بحكم انني بنت المنطقه. شنو التقييم ديالك للندوه اليوم؟ الصراحه فوق مزيان، وكنشكروا لسعاد على هاد البادره اللي دارت.
ما كرهناش نزاد الوقت ونزاد نطوله مع الدكتور، ولكن نظرا لالتزامات اخرى نتمنى من الله تعاود مره اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في اطار سلسله اللقاءات اللي كنعقدوها على صعيد الجماعات الترابيه لاقليم مكناس، اليوم احنا متواجدين في جماعه المغاصيين قرب سيدي علي كما هو معروف، واحد الجماعه اللي هي قرويه بامتياز، تنكملوا التاطير فيها مع الاساتذه اللي مختصين في الشان السياسي، اللي كنفرحوا له اننا كنلقاو بالصح اقبال من الرؤساء ديال المجالي ومن النواب ومن المستشارات اللي كيحضروا معنا واللي كيعبروا حتى هما على الرغبه ديالهم في انهم يستافدوا، في انهم يكون واحد الاقلاع حقيقي للمراه في المجال السياسي، ما تبقاش حكرا على هذيك الصوره النمطيه اللي هي فيها بين قوسين. الحمد لله بقينا كنشوفوا مستشارات الجماعه اللي مشينا لها تبارك الله كنلقاو نائبات مستشارات، كنلقاو ان الحمد لله رب العالمين راه واحد الخطوه ايجابيه راه غاديه فيها المراه المغربيه عقبال ان شاء الله ما كثروا لتحقيق المناصفه. كنشكروا السيد المستشاره اللي لقيناها هنا في جماعه المغاصيين اللي هي تبارك الله ما شاء الله عليها قدوه. كنشكروا خلاص النواب اللي لقينا حتى هما اللي استقبلونا بواحد الحراره واللي حتى هما يعني متحفزين لهذه اللقاءات هذه والدفع بهم للامام، سواء لا الشباب ولا حتى المراه القرويه في حاجه لهذا التاطير هذا باش تعرف ما لها وما عليها. خلاص باقي لنا سلسله في سلسله اللقاء، باقي لنا عين كرم ان شاء الله الاسبوع الجاي، باقي جماعه المغاصيين مره اخرى ان شاء الله نرجعوا لها. مازال عندنا واحد الدوره تكوينيه اللي فيها ثلاث ايام في جماعه ويسلان بحضور الجماعه ديال ويسلان الاطر ديالها ديال المجلس، وخلاص غادي يكون داخلين معنا جماعه بوفكران حتى هما غادي يكونوا ان شاء الله محاضرين معنا، جماعه مكناس الجماعات هذه اللي كنا مستهدفين حتى هما غيكونوا حاضرين معنا. والشكر متواصل بزاف لرئيس جماعه المغاصيين، رؤساء الجماعات كلها المحليه اللي استضفونا واللي حلوا لنا الباب على مشراعيه في اننا نأطروا هاد النساء ونتأطروا حتى حنا معاهم، حتى حنا مازالين في حاجه ماسه من هذا المنبر شكر خاص ومتواصل للسيد عامل عماله مكناس سيدي عبد الغني الصبار، لان فين ما مشينا في الاقليم كنلقاو الصدى ديالو والصيت ديالو ما شاء الله حتى هو في العمل الدؤوب وفي الجد وفي المثابره. كنشكروه بزاف لهذا الدعم حتى هو اللي كيقدم للمراه واللي كيقدم لهذه المشاريع من 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 من, من العماله، الشكر له بزاف والناس الاطر اللي كتسهر على هذه المشاريع. وشكرا بزاف لكل من ساهم من قريب ومن بعيد تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصره الله وأيده في هذه المشاريع اللي كتدفع بالمرأة إلى الأمام، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد النبي الزعيمي، إطار في وزارة التربية الوطنية، أنتمي لجماعة المغاصيين من قرية مساواة بالضبط. نحن اليوم في إطار يوم دراسي حول تمكين السياسي للمرأة باعتبارها رافعة لتحقيق المناصفة بين المجالس المنتخبة والغرف المهنية، من تنظيم جمعية الهدى للتربية الأساسية. هذه الندوة أقيمت من أجل تحريك مياه راكدة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في العمل السياسي وفي الحياة العامة. هذا عمل يتغيى إشراك الأطراف المسؤولة على الشأن العام في البلاد وعلى رأسها الجماعات المحلية. هذه الندوات تقام على مستوى مجموعة من الجماعات المحلية بمكناس والنواحي، والآن الدور على جماعة المغاصيين والتي نحن الآن في رحابها. وقد عرف هذا اليوم مشاركة الدكتور السويني ومشاركة العديد من الفعاليات من تنتمي إلى المنطقة. تناول هذا اليوم الدراسي التمكين للمرأة من حيث العوائق التي تعوق دون مشاركة المرأة القروية في الشأن العام، وآفاق العمل في اتجاه
تحمل جميع الأطراف مسؤوليتها لأجل البلوغ إلى ما تصب إليه الدولة المغربية من مشاركة كشعارات المساواة والمناصفة. يعني ينبغي أن يقوم كل بمسؤوليته من موقعه. وشكرا لقناتكم على هذه التغطية.